إنه سحر كأس العالم يا سادة، ومن حضر كأس العالم لن يندم أبداً. ابتدأت الحلقة. يعطيك العافية. الله يسلمك ويعافيك. نتعرف عليك لو سمحت لنا. طيب الراجي إعلامي رياضي عراقي. حياك الله. كيف شفت لي المباراة؟ والله البطولة صورة عامة كانت بطولة جميلة، بطولة رائعة. من الناحية الفنية مباراة كانت حافلة بالندية والإثارة. 6 أهداف سجلت، كل منتخب سجل 3 أهداف. يعني حتى ركلات الجزاء لم نعرف من سيفوز باللقب. كانت مباراة فعلا يعني تسمى مباراة كبيرة، وأيضا تليق بنهائي كأس العالم في قطر. مباراة كانت كبيرة على مستوى عالي. مبارك للأرجنتين ولميسي حصوله على كأس العالم، وحظ أوفر للمنتخب الفرنسي بطل النسخة السابقة. فعلا كانوا على الوعد من ناحية التنظيم، احتضان الفرق، احتضان الصحفيين، المراكز الإعلامية، المنشآت الرياضية، كلها كانت على مستوى عالي. وبالتالي احنا كعرب نفخر بدولة قطر انه نظمت هذه البطولة، وكان تنظيم رائع، واحدة من اجمل نسخ كأس العالم. نتمنى ان تكون النسخ القادمة يعني بمستوى ما قدمته قطر. قطر قدرت ان تجمع الملاعب المباريات في مكان صغير. النسخة القادمة راح تكون في 3 دول، في كندا وفي امريكا وفي المكسيك، وبالتالي ما قدمته قطر صعب على دول ان تقدمه. Dale, amigo. حسن القطان من الكويت. هذه مباراة العمر. سيناريو جميل، نتيجة جميلة، وميسي يرفع كأس العالم. صحيح. ما في أجمل من هذه النهاية. صحيح. مباراة ممتعة صراحة. الدوحة تغيرت تماما. أنا آخر مرة رأيت 2019. إيه. اليوم شيء مختلف تماما. الحين إحنا محطة مشيرب. أنا مشيرب أتمنى يسوون مشيرب بالكويت، لأنه وايد المكان جميل. إيه صحيح. التغييرات كلها حلوة صراحة. استمتعنا. صحيح. يعني أيام جميلة بالدوحة. Thank you.
My name is Ibrahim from Ghana. Yeah, it was wonderful, very interesting, and I'm glad Argentina took the cup. Doha, beautiful, beautiful. I don't want to go again. I want to stay here. Doha is fine. It's a beautiful city to live in. Yeah. Oh, yesterday game was very fantastic, if I may say. Oh, it was good, and I was supporting France, but it was hard game, so no problem. Better like next time. My name is Abdulkarim Osman. I'm from Ghana. We are here to work, and Ghana, our team too is here, and they came to perform. Let's take like, unfortunately, they are out of the competition, and they went back to Ghana. But we are here to work on the FIFA, and so we love coming. We are even Doha is a nice place, and I learned more things here, more experience here. I learned so many things. The environment and everything is so fantastic, and even this World Cup is number one. Yeah, this World Cup is number one. Yeah, for most of you, I love being here. Even I don't want to go back home. My name is Fred Kweku Agbozo, and I'm from Ghana. And I'm so happy that Messi won the World Cup yesterday. I'm a big fan of Messi, and I'm so lucky that Messi won the World Cup yesterday. I'm a big fan of Argentina, all the way to Argentina. I hope they come back next 4 years and retain the cup also. I love Doha so much. It's a very nice place to be. I wish to go home and return back here to work as permanent as they will give me to work here. So happy to be here. I love the environment. It's a very nice place. I'm so happy. I'm so happy. أنا أقف الآن أمام ملعب 974 لأنهي حلقة آخر حلقة في كأس العالم. المباراة في الأمس انتهت، كلنا نعلم بفوز الأرجنتين. انتصر ميسي في حلمه واستطاع أن يصل إلى ما يريد. الموضوع الآخر الذي أريد أن أتحدث فيه وقبل أن أنهي هو ملك كأس العالم بيليه. كلنا يعلم أن بيليه مريض، نتمنى له الشفاء ونتمنى أن يعود إلى العالم مرة أخرى. كان فوز كبير للأرجنتين وكان كأس عالم رائع جدا. الجميع أجمع على أن كأس العالم في الدوحة هو كأس ربما لا يتكرر، ربما لن يتكرر، ولكن في كل يوم جديد يأتي شيء جديد. أتمنى للجميع أن يتذكر أن يحضر في كأس العالم القادم، لأنه من لم يحضر في كأس العالم هو خاسر كبير. انتهت الحلقة، إلى اللقاء. يا دوحة الناس يا حب وحزان.